وديت الميت فين يا ابن العبيط؟ او النبي يا اخويا ساموت، سلام عليكم. انا احمد ابو الهنين، يوتيوبر بقلد فنانين وكده، ليا قناه على اليوتيوب وعلى التيك توك. دخيل لي يا كمال الشناوي، عايز ايه؟ انا كنت جاي لك يا ريس في موضوع مهم. كنت بحب الفنانين اللي قدام، كنت بتفرج على التلفزيون وكده، وكنت بحب اصواتهم يكونوا مميزين كده. اول شخصيه كانت يوسف وهبي، ويوسف وهبي كان مميز برضه في صوته وحركاته وكده، وكان يعني مثلا لو جينا مثلا نقول ليوسف وهبي زمان، يعني ايه مزبلة الشباب، ايه مزبلة التاريخ، بنت سلطح ملطع، ايه الهو زي كده يعني. فمسكت الكلمة دي، فضلت بقى أكرر ورا بعضه لحد ما جبت صوته، وبدأ معايا تاني كمان الشناوي والممثلين الباقيين وكده. كنت جاي عشان خاطر أقدم أكون وزير رئيس. ما خلاص الموضوع انتهى، خدوا بدلك محمود المليجي. بقى تديه محمود المليجي يا ريس وأنا موجود. قصدك ايه يا كمال الشناوي؟ اللي خد باله هو اكتر ابويا، يعني لان ابويا كان بيحب برضه تقليد العصافير والحاجات ده والشاطئ والحاجات دي، فانا كنت يعني اكتسبت الحاجات دي منه برضه. اتطور معايا يعني، بدات اجيب يعني مثلا من كمال الشناوي يوسف وهبي، بدات اجيب ممثل تاني وبعده ممثل تاني، ويعني لحد ما وصلت مثلا الممثل اللي بيكون قريب من صوتي بجيبه. اول فيديو كان في فرح، يعني في فرح كنت عامل فقره في فرح في كده وكده، فروحت نزلتها على اليوتيوب، فالناس عجبتهم الفكره التقليد وكده، وفي وسط الناس هي موهبه يعني، مش لا شغل، لا شغل مثلا في برامج ماشي اوكي، مثلا اطلع فرح افرح وكده، لا الخطوات الجايه ان شاء الله يعني اطور من نفسي، يعني اطور من التقليد واجيب ناس ثانيه واعمل فيديوهات كوميديه بالممثلين يعني باصوات الفنانين وكده. اكتر شخصيات هو يعتبر يعني معروف باكتر شخصيات هو محمد سعد الليمبي. محمد سعد الليمبي اكتر الناس بتحب الشخصيه دي مننا. مساء الفل يا حزلوم، عامل ايه؟ الحمد لله. عم في انا جاي لك في مصلحه حلوه. زي ايه يعني مثلا؟ جيت انتجر في حاجات حلوه يعني. زي ايه مثلا يا عم؟ طول يا عم مش فاكر، بس يعني هي حاجات حلوه يا عم. الهبل اللي انت داخل علينا ده، وعارضين ما بنروح يا عم. بالراحة انا لسه ما كلمتكش، يعني حاول انك تقول لي حاجة مفيدة. انت اللي داخل علي يا عم. لا 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 لا، ايه يا عم في ايه؟ يا واد يا اوكل. طيب من الموقوتة هنا؟ عايز ايه يا ستي؟ والمصحف انا كنت قاعد من شوية كده وصحتيني فيه. جاية تلت النهاردة تلت عرسان يا واد. ايه ده؟ لأختي ولا لأوشة؟ لأختك يا ابن المجنونة. يا حبيبي. مساء سا 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 الفل يا نعناشة. مساء الفل يا اخوك. ايه ما بتكلمنيش ليه؟ زعلان مني ولا ايه؟ والله انا زعلان منك على الاخر. ليه يا نعناشة زعلان مني؟ اخر صورة يا اخويا نزلتها ما عملتليش فيها لايك. حبيب قلبي منورين اقسم بالله، وشرفت الشرقية كلها، والدنيا حلوة يعني ولذيذة كده، اللي هي جامد جامد.